الاهلي والمقاولين قال لك اصل عماد النحاس هيسيب الماتش عشان خاطر الاهلي يكسب وياخد الدوري. بس هو كلام حتى انا اتسالت عليه صحفيا، يعني انت ترد على الكلام ده في رايك، وما طلعتش في التويت ان الكلام ده ان انت تطلع تتكلم، يعني الحقيقه دي ما ينفعش اساسا ان انت ترد عليها. يعني انا مقتنع تماما يا اسلام، ولا مدرب اهلاوي هيعمل الكلام ده، ولا مدرب زملكاوي هيعمل الكلام ده، ولا مدرب اهلاوي هيلعب ضد الاهلي او يلعب ضد الزمالك لمصلحه الاهلي، ولا هيفوت للاهلي عشان ياخد دوري، ولا مدرب زملكاوي هيفوت للزمالك عشان ياخد دوري، ولا هيلعب ضد الزمالك عشان الزمالك، ولا هيلعب ضد الاهلي يعني. طبعا مستحيل. انت دي امانه وانت بتشتغل في المجال ده، رقم واحد هي الامانه وسمعتك في المجال. انا بحب النادي الاهلي، واكيد اي مدرب زملكاوي بيحب نادي الزمالك، لكن اكيد مش، معلش، مش على مصلحه شغلك او للامانه اللي انت فيها، وده معلش ده جزء كبير احنا اتعلمناه جوه النادي الاهلي. اي مكان انت موجود فيه انت بتمثل فيه برضو النادي الاهلي بالظبط، يعني بيتقال عليك عماد النحاس مدرب نادي المقاولين بتاع النادي الاهلي. فانت خلاص بقى اسم النادي الاهلي ده معاك النهارده وبكره وبعده، انت مش اسم النادي الاهلي يعني ما ينفعش. كابتن محسن صالح طبعا مش ما ينفعش يعني تبقى حاجه تانية. فده ما ينفعش ابدا، اللي انت الحياه المحترمه جدا اللي انت اتعلمتها جوه النادي الاهلي، ان انت لما تطلع بره النادي الاهلي تعمل عكسها. يعني نادرا او قليل جدا لو حد عمل حاجه يعني يتعلمها في النادي الاهلي على 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 مبدا واصول كويسه ويعمل عكسها. فصعب يعني، صعب جدا. كلام بيزعلك الضغوط دي. يعني بص، اصل الضغوط، انت مع الشرقيه تعادلت مع النادي الاهلي، تمام، مع المقاولين كسبت النادي الاهلي. المباراه دي كان ليها كواليس، يعني ليها انت عارف ان انا ما بكتبش كتير على 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 ولا فيس ولا تويتر ولا الكلام ده كله. بعد فوز النادي الاهلي على الزمالك، بعد لما النادي الاهلي خد الدوري وفاز على نادي المقاولين، باركت للنادي الاهلي وقلت من مغاغه بلد الابطال مبروك للنادي الاهلي، وحطيت صورتي انا وزمايلي واحنا بنتفرج على المباراه. في الوقت واحنا بنلعب انا عايز اكسب، اخسر ليه؟ خلاص بالظبط. بس ليه الماتش ده يتاجل ما لعبوش وانا بنافس مثلا على المركز الرابع؟ ومين اللي اجل الدوري؟ ومين اللي مش يعني انت السنه اللي فاتت؟ اي ما هو الماتش كان السنه اللي فاتت. لكن قبل كده طب النادي الاهلي لما كان في ظروف صعبه ما سبتش ليه عشان اساعده يطلع من الظروف اللي هو فيها، وكسبت النادي الاهلي 1-0 بجون احمد علي. فالكلام ده مش موجود، الكلام ده في مخيلات، في مخيلات الناس. وانا عشان كده بقول لك يعني ما ينفعش يتقال على مدرب اهلاوي، ولا نابل انه يتقال على مدرب زملكاوي. فالكلام ده مش 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 موجود. اي مباراه ضد النادي الاهلي انا عايز اكسب طبعا، اي مباراه للنادي الاهلي مع اي حد انا عايز النادي الاهلي يكسب طبعا، طالما بره المقاولين. اذا كان انا اولادي اللي هم اولادي في ماتش مع النادي الاهلي بيقولوا لي يا بابا احنا هنشجع مين؟ هنشجعك ولا هنشجع النادي الاهلي؟ بقول له انت قاعد في البيت انت حر، انت اعمل اللي انت عايزه. انت حر، كسبت مبسوطين، النادي الاهلي كسب مبسوطين برضه، مبسوطين بس هيداروا شويه عشان خاطر بابا يعني. فيعني معلش يا بابا يطيبوا بخاطرك، معلش ما برضه بابا يعني انا محمد مثلا ده النادي الاهلي معلش. انت زعلان؟ لما يشوفوك زعلان ما انت برضه اولادك بيتعلموا منك طبعا. يشوفك زعلان يعني هو طبيعي ان انت تخش على اولادك انا مبسوط ان النادي الاهلي كسبني؟ لا طبعا. هتعلم ابنك ايه؟ طبعا. اللي انت بتستنى ان شاء الله مثلا عبد الرحمن يبقى لعيب كوره في النادي الاهلي. صح. يتعلم منك ايه؟ لا. فده انا بشوف ان هو موضوع صعب وكلام كان ممكن يعني عايز يحفزك زياده، بس جه سلبي. جه سلبي، جه ضدك. يعني يعني ضده. كان ممكن تحفز بشكل افضل. يعني احنا عارفين ان عماد ابن الاهلي، لكن مستنيين ان هو يعمل نتيجه كبيره مثلا زي الدور الاول. بطريقه كلام مختلفه جد طبعا، عكس الكلام ده تماما، عكس الكلام ده لان تماماً. ممكن الكلام ده اللعيب نفسه يبقى بالنسبه له عامل سلبي، عامل مش سلبي. عامل ايجابي. صح. لان انا عندي في اللعيبه وده طبيعي، لعيبه الكوره اللي اهلاوي واللي زملكاوي طبعا، يعني انا بهاجي في ماتشات الاهلي العب اللي هو الانتماء زملكاوي، واجي في ماتشات الزمالك العب اللعيب اللي انتمائه اهلي. الكوره مش كده يعني، الكوره مش كده لا نهائي طبعا. عماد شرفته.